صبحكم بالخير. اليوم الخميس 8 نوفمبر تشرين الثاني. اليوم القمر بعده مرافقنا من برج العقرب المائي والأجواء جيدة جدا بل ممتازة للأبراج المائية موالي برج العقرب السرطان وأيضا لموالي برج الحوت. الحدث المهم اليوم هو وصول كوكب المشتري جوبيتر لبرج القوس بتمام الساعة 2:40 دقيقة بعد الظهر بتوقيت بيروت في زيارة صار لها 12 سنة ما صارت. إذا كيف رح بيكون هيدا النهار؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل إلا ما تستفيد من التأثيرات الحلوة من زيارة كوكب المشتري لبرج القوس، لأنه برج القوس هو برج صديق لك، وبالتالي ما كتير تتشكى، ما كتير تتزمر اليوم، لأنه الأجواء إلا ما تدور بالنتيجة لصالحك. وبعتبر المواليد الأكثر حظا رح بتكون مواليد 20 و21 أذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور الأجواء عندك تدعو إلى الاحتياط، تدعو إلى الحذر من المشاكل، تدعو إلى تطمين الخواطر، بدك تطمن خاطرك أنت قبل أي شيء آخر أو أي شخص آخر. الأجواء متقلبة، إيه الجو فيكون مكهرب، إيه، لكن أيضا نهار معقول يحمل لك فرصة مهمة جدا للالتقاء بشخص مهم وتوصل إلى توافق. إذا سيطر على أعصابك أو على مزاجيتك ليمرق نهار بسلام. وهنالك حظوظ حلوة من نصيب 26-27 نيسان أبريل 10-11 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم نهار بيقول لك حلو تكون أنه أنت مركز على بعض الأمور، مركز على شغل، مركز على درس، مركز على مسؤولية عندك إياها، لأنه الشغل اليوم لازم يكون جيد جدا. ليش؟ الخطأ يلي بيصير اليوم وما بتنتبه له أو ما بتصلحه معقولة في اليومين المقبلين يصير فيه تطورات أو بعض المساءلات. اليوم نهار طويل، اهتم بصحتك النفسية والجسدية واهتم أيضا بنوعية أدائك. هنالك حظوظ من نصيب 21-22 أيار مايو 17-18-19 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. من الأيام الحلوة جدا بشهر نوفمبر، اليوم هو نهار كتير مهم، نهار دسم وغني بالفرص الحلوة الجميلة يلي فعلا بتعطيك حقك إذا أنت حابب أنه عفوا تشتغل على أي مسألة. اليوم نهار بيساعد مولود برج السرطان أنه يحقق هدف بالدرس، بالشغل، بالحياة الاجتماعية أو ما شابه. الأكثر حظا 9-10 و22 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. عفوا، بالنسبة لمولود برج الأسد صحيح القمر والشمس بمربع مع برجك، لكن وصول كوكب المشتري لبرج القوس نوعا ما رح يلطف الأجواء. هنالك مسؤوليات، هنالك عمل، هنالك كركبة في بعض الأمور عند مولود برج الأسد يلي معقول تخلي مولود برج الأسد ما كتير عم بيركز على حاله. نوعية شغلك بدك تنتبه، لأنه هل تشتيت الأفكار معقولة يسبب لك مشكل، خلاف، أو تسمع يمكن تأنيب أو ملاحظة. تبقى المواليد بعتبرها أكثر حظا من غيرها بسبب تأثيرات كوكب المشتري الحلوة جدا. هي عم بتطال أول مواليد برج الأسد 23-24 تموز يوليو. مننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء هل تستفيد من تأثيرات المشتري من برج القوس؟ أكيد رح تستفيد والتأثيرات إيجابية. بالنسبة لك اليوم مولود برج العذراء هيدا نهار بيخلي مولود برج العذراء من الأشخاص يلي بيلفتوا الأنظار، بيلفتوا الأنظار. ولادكم بالمدرسة اليوم فعلا قادرين يبدعوا، قادرين أنه يكونوا مختلفين عن بقية التلاميذ. يعني حتى تنقول مثلا إذا الولد أو التلميذ بحياته ما كان مهتم بدرسه، فجأة اليوم يلفت الأنظار أنه أوف هيدا التلميذ مثلا فعلا ذكي، يمكن ما عم بينتبه، ما عم بيدرس، لكن فعلا ذكي. اليوم مولود برج العذراء عندك فعلا طاقة كتير كبيرة تلفت الأنظار. أنت اليوم شخص قادر يشيله ويحط، قادر ينجح بعمله، بدرسه، بكلامه، بكتابته، قادر أنه يدافع عن حقه، قادر أنه يوصل الكلمة للأذان الصحيحة. 28-29 آب أغسطس 12-13 أيلول سبتمبر الأكثر حظا. كمل مع برج الميزان.
بالنسبة لك مولود برج الميزان في احتمال انه بهيدا النهار يكون في عندك نوع من اهتمام بترتيب الامور، في احتمال انه اليوم تكون شخص انت تربح بتكسب، فيك تكسب ثقة الآخرين، فيك تكسب مثلا ربح مادي في رهان معين بشغل بامتحان بمفاوضات أو حتى بتقديم نفسك للآخرين. اليوم طلتك كتير حلوة وبتكسب شعبية كتير مهمة، فقط انتبه من كثرة المصاريف. الأكثر حظا 18 ل 20 أكتوبر تشرين الأول. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب أنت قادر أنه تغير الأمور على ذوقك. مولود برج العقرب الطاقة الكبيرة اللي أنت بتملكها بعدها موجودة جدا وبعدها فعالة، وقادرة هيدي الطاقة أنه أنت تحرك فيها أمورك على ذوقك. في احتمال مولود برج العقرب أنه أنت تغير مسارك 180 درجة إذا أنت بتريد، وأيضا في احتمال أنه تسمع خبر لمسألة أنت ناطرها ومتوقع جوابها صار لك فترة. الأكثر حظاً 21 نوفمبر تشرين الثاني. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس الأجواء عندك صحيح بطيئة، صحيح تراوح أعمالك مكانها، لكن اليوم بيوصل المشتري لبرجك، بتستمر زيارة سنة وهيدي زيارة أنت بانتظارها صار لك 12 سنة. الأجواء إلى تحسن، لكن في احتمال تتزمر اليوم من بطء الأمور، تتزمر من عدم سير الأمور بالسرعة اللي أنت بتريدها. نصيحة، انطر لبكرة لأنه اليوم نهار ما رح يعطيك كل شيء بتريده. حضر لبكرة، والانطلاقة لازم تكون بكرة مش اليوم. هنالك بعض الحظوظ يلي رح توصل عند 22-23 نوفمبر. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي ما تأجل لبكرة الأمور الصعبة المهمة الدقيقة يلي بدها نوعية وقت مهمة، لأنه بكرة بتختفي الحظوظ عندك. اليوم نهار بيساعدك نسبيا من خلال الاتكال أو البحث عن دعم أو عن جواب من عند الآخرين، الآخرين بيملكوه أو وعندهم الحل المناسب. الأجواء اليوم فيها نوع من صداقة كتير حلوة، فيها من تقدم، فيها من اهتمامات اجتماعية وغيرها. تبقى المواليد اللي بعتبرها أنشط من غيرها هي 6-7 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو هيدا نهار متقلب نوعا ما، في نوعية الوقت يلي بتخليك مولود برج الدلو انه تكون على اعصابك، يمكن تحس انه فعلا الامور صعبة وتقيلة. الاجواء اليوم بتخلي مولود برج الدلو انه يكون في مكان كتير مهم، موقع كتير مهم، مهني او دراسي او حتى اجتماعي. في شوية قلق عندك، لكن الجو العام منه سلبي. إذا كنت من مواليد 15-16 و17 شباط فبراير كن حذر جدا من السرعة ومن التسرع. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت الأجواء رائعة ومهمة جدا. مولود برج الحوت أنت شخص مميز اليوم، وإذا منك حاسس أنه حدا عم بيعاملك بتميز أو بامتياز ما ضروري تنطر هالشي، هيدي نابعة منك ومن ذاتك. كون واثق من نفسك، قوي الثقة بنفسك، نهار بيفتح قدامك مجالات وفرص جديدة وحلوة جدا. النجاح من نصيبك، الحظ ممتاز، كل شيء مطلوب منك انه تحضر شيء وتروح وتشتغل من اجله لانه بينجح، خاصة اذا كنت من مواليد 5-6-7 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة بتقلب فيها الامور والمعطيات كليا لصالحك، هنالك طلة مختلفة ابتداء من اليوم يمكن او تبلش تخطط له. في مشروع كتير كبير عم تشتغل من شانه، هيدي السنة يبدو وكأنه رح تحمل لك تغيير، ما رح اقول جذري لكن مختلف كليا عن السابق، وكأنك عم بتكمل نجاح وفرصة ثمينة حصلت عليها من حوالي كم شهر. نوفمبر، ديسمبر، اذار، مارس، تموز، يوليو، هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة، ابراج جديدة، باي باي.